السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، اليوم نبدأ إن شاء الله موضوع جديد في مادة أسس التمريض، استكمال للموضوع الماضي اللي هو في الإسبسز اللي هي عملية التلوث. فخلينا نشوف لحد وين وصلنا في شابتر الإسبسز اللي هو الشابتر الرابع. وصلنا لعند أنتي إنفكتيف دراج اللي هي تو جروبس of drugs used most often combat infection are antibacterial and antivirus، يعني اللي هو استخدام مجموعتين من الأدوية ضد الميكروبات ومنها البكتيريا والفيروس مع بعض، بسموه anti infective drug. في عنا الحاجة اللي بعدها الهاند هايجين. هاند هايجين refers to removing surface contaminated of the skin by either hand washing or hand antiseptic. معنى هاند هايجين اللي هو العناية باليدين، اللي هو إزالة كل التلوثات الموجودة على الجلد في اليدين إما بواسطة الهاند واشينج غسل الأيدي أو هاند antiseptic أو أي مطهر للأيدي. هاند واشينج أند هاند antiseptic guidelines، إيش بدنا نتعرف على كيف الهاند واشينج بتم من خلال الجايد لاينز اللي بدنا نحكيها الان. هاند واشينج ود ايدر نون انتي مايكروبيال اور ان انتي مايكروبيال سوب اند ووتر از بيرفورم. اما احنا بنستخدم الهاند واشينج بمي وصابون عاديه او انتي مايكروبيال في نوع من انواع الصابونه بتكون فيها ضد الميكروبات وبتكون هي صابونه مطهره ايضا. When hands are visibly dirty، عندما تكون الأيدي متسخة اتساخ واضح، يعني عليها مواد دهنية greasy material أو عليها أي مادة ظاهرة، هذه بدها غسيل طبعا بطريقة غير اللي هو الانتيسيبتيك رب زي الالكحول رب أو الالكحول جل. فبنستخدم فيها لازم يكون الهاند washed with water and soap. When hands are contaminated with proteinous material، لما تكون فيها مواد بروتينية الإيدين ومواد دهنية برضو تختلف اللي هو الغسيل، برضو كمان يجب أن يكون بالماء والصابون أولا. When hands are visibly soiled with blood or other body fluid، برضو نفس القصة، إذا كان في موجود على الإيدين أجا دم أو أي ملوثات أخرى من البادي فلويد، يعني زي ايش؟ زي مثلا الغيرات اللي ممكن الواحد يعمل دريسنج لمريض ويكون فيه اللي هو بادي فلويد طالع واجت على ايديك، برضه بتحتاج لهاند واشينج. Before eating and after using the restroom، برضه نفس الشيء، اذا كان احنا بعد الاكل وقبل الطعام ممكن احنا الواحد يعمل هاند واشينج، وعند الذهاب الى الريستروم الى غرفة الاستراحة ما بعد الطعام. If exposure to spore forming pathogenesis is suspected or proven، إذا كان الإنسان بتعرض لعدوى من خلال سبورز، السبورز اللي هي البكتيريا أو الفيروس المتحوصلة، بتكون متحوصلة، هذا بتكون pathogenesis وبتكون معدية غالبا. Hand antiseptic with an alcohol based hand rub can be substituted for hand washing، يعني الهاند انتيسبتيك المطهرات اللي بنستخدمها والمعقمات اللي بنستخدمها للايدي زي الالكحول بيز بتكون عادة فيها من مكوناتها الكحول زي الالكحول رب وزي الالكحول جل اللي احنا بنستخدمه عادة في الوقت الحاضر، هذه كلها مطهرات فيها نسبة من الكحول حوالي 70% تقريبا. Before having a direct contact with the client، أنا بعمل اللي هو الهاند antiseptic قبل ما أروح أتعامل مع أي مريض خوفا من نقل العدوى من مريض لآخر. عند الانتقال من مريض يجب عليك أن تقوم بعمل هاند بيزد هاند رب أو هاند واشينج حتى لا تنتقل العدوى من مريض إلى مريض من خلالك. After contact with the client, intact skin when taking a pulse or blood pressure and
ليفتنج كلاينت، يعني بمعنى انه الواحد عندما يقوم بقياس ضغط الدم للمرضى او النبض والضغط يجب عليها ان يقوم بعمل غسيل الايدي ما بعد عملية القياس للمرضى، وحتى لا تنتقل العدوى من مريض لاخر. Before doing sterile gloves or insert invasive device such as urinary catheter, peripheral vascular catheter, or central intravenous catheter, or other devices don't require a surgical procedures. يعني عند إجراء أي عمل يحتاج إلى عملية تعقيمية، تكون في إشي بدك الإشي يكون معقم، تلبس sterile gloves اللي هي جوانتيات معقمة عند إدخال اللي هو اليورينري كاتيتر، عند معمل إجراء اللي هو تركيب قسطرة بولية لأحد المرضى يجب أن يكون العمل complete aseptic technique sterile technique 100%، لازم تكون كل الشغل تبعي معقم حتى لا تنتقل العدوى إلى داخل، لأن الكسترة تدخل داخل جسم الإنسان ممكن تسبب له التهابات، ولذلك يجب أن يكون كل الشغل معقم قائم على تعقيم 100%. وكذلك البريفرال فاسكولار كاتيتر، القساطر الخارجية اللي تتصل حتى إلى القلب أحيانا، والسنترال فينوس أو سنترال انترافاسكولار برضو كمان كاتيتر نفس الإشي، زي بالصب كليفيان كاتيتر من شريان بدخلوه أحيانا لعمليات الغسيل الكلوي، وفي الأقسام العناية المركزة بيعملوا صب كليفيان كاتيتر أو انترافاسكولار كاتيتر حتى يعطي المريض فيها كميات كافية من العلاجات والمحاليل. After contact with body fluid عند or excretion، زي ما حكينا مسبقا انه انا بتعامل مع مريض في body fluids احيانا بتكون خارجة من المريض، سواء من غيار في blood في fluid في serous fluid في سوائل خارجة من جسم المريض او من مكان الجرح، فانا عند التعامل مع هذه المشاكل من الفلويدز الخارجة من المريض او ميوكس ممبرين non intact skin and wound dressing if hand are not visible soiled، حتى لو كانت الامر مش واضح على ايديك بوضوح عادي يجب برضو القيام بعمل hand washing بعد القيام باي اجراء. If moving from a contaminated body site to a clean body site during client care، اثناء قيامك بعمل تمريضي عند المرضى ووصلت دخلت او مسكت شيء غير نظيف، يجب عليك والذهاب الى مكان نظيف داخل حتى في نفس المريض نفسه، يجب عليك عمل هاند ووشينج او هاند سكرابينج بالجل بالالكحول جل. After contact with an inanimate object including medical equipment، عند التعامل مع الأدوات الطبية اللي احنا بنستعملها كمان برضو كمان مسكت أدوات ممكن تكون ملوث ولا شيء، يجب عليك أن تقوم بعمل hand washing in the immediate vicinity of the client في التعامل في حال قبل التعامل فيها مع المريض. After taking off the gloves because gloves are not an impervious barrier، زي ما حكينا قبل هيك انا بلبس الجلوفز عشان انا احمي نفسي من التهابات ومن الميكروبات ومن الوساخة اليدين، لكن بعد ما اخلع الجلوفز هذا وارميها كمان يجب عمل القيام بعمل هاند ووشينج او الكحول رب على الاقل، عشان انا اتاكد انه ما يوجد شيء حتى بعد نزع الجوانتي. في performing hand antiseptic، الانتيسيبتيك يعني نوع من انواع المعقمات نستخدمها للايدي، hand antisepsis means removal of destruction of transient microorganism without soap and water، زي اللي هو الالكحول جل الان اللي احنا بنستخدمه عادة يعني في تنظيف الايدي، هذه الحاجات بدون ما تلجأ للماء والصابون بتم العمل فيها، بتكون في عملية أسرع للاستعمال، هذا بتعمل destruction للمايكرو أورجانيزم أو transient مايكرو أورجانيزم، الميكروبات المؤقت اللي بتيجي وبتروح عادة. It involve
products such as alcohol based liquid او thick gel and foam. هذه ممكن تكون على شكل غالبيتها هي بتكون فيها تحتوي على الكحول، بتكون اما على شكل ليكويد او ثيك جل او الجل العادي اللي ممكن احنا نستخدمه، او فوم على شكل رغوه زي الصابونه. في عندنا الالكوهول بيز هاند راب ار نوت سبستيتيوت فور هاند واشينج ان اول انستتيوشن. الهاند بيز يعني الهاند بيزد هاند راب اللي هو عملية المساج او غسل الايدي بالالكحول نوت سبستيتيوت، لا بتسدش في الهاند واشينج عن في كل الاوقات. يعني احيانا انت تحتاج الى الهاند واشينج بالماء والصابون افضل من الالكحول راب، حتى بتكون فيها مواد دهنية او مواد لاصقة لا بتروحش في المواد الكحول، فبدها اللي هو الهاند واشينج بالووتر اند سوب. الكحول doesn't remove soil، هي زي ما حكينا يعني بشيلش السويل اند ديرت ود اورجانيك ماتيريالز، المواد العضويه زي ما قلنا المواد الدهنيه المواد الزيتيه اللي ممكن تكون تلزق في الاي ملتصقه في الايدي تحتاج الى الماء والصابون. It doesn't produce antisepsis when hand are visibly clean. الكحول بيز هاد راب ريموفد، ممكن لما يكون الشيء عندنا نستخدم الهاند راب ممكن يكون الاشي غير واضح، يعني الامور انت بدك تمسح ايديك فقط ما فيش عليها لا مواد ماتيريالز اورجانيك ماتيريالز ولا اويل ماتيريالز. وير بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، انا عشان انت تحمي نفسك برضو كمان يحتاج الانسان الى لبس بعض الاشياء تو ريديوس ذا ترانسفيرس اوف مايكرو اورجانيزم بتوين ذيم سيلز اند ذا كلاينت. انت لحماية نفسك ما بينك وما بين المريض، لحماية نفسك وحماية المريض احيانا بلزم انه احنا نلبس لبس معين. هيلث كير بروفايدرز ممكن وير اللي هو فيريوس جارمنت يونيفورم سكراب سوت جاون ماسك جلوفز هير اند شول كفر اند بروتكتيف اي وير. ممكن نستخدم كل الحاجات هذه اللي حكيناها اللي حكيتها في اللي هو الحماية لنفسك وللمريض، تلبس اللي هو زي معين يونيفورم او سكراب سوت او لبس خاص يكون معقم داخل بعض الاماكن طبعا زي العمليات وغيرها، وفي الجاون اللي هو الجاون العادي، وفي الماسك الكمامة والجلوفز وغطاء للرأس هير اند شوز وغطاء للقدم، واحيانا بروتكتيف اي وير ممكن نستخدم حماية للعين. They wear some of these items when caring for any client regardless of diagnosis or presumed infectious status. اللبس هذا the wears of these items when caring for any clients regarding diagnosis. إذا كان مشخص أو حتى مش مشخص of بيرسيبود انفكشوس ستيزس، ممكن يكون انا شاكك عنده حاجه معديه، انا بستخدم اللبس هذا حمايه لنفسي او وحمايه للمريض على حد سواء. اليونيفورم اللي هو الزي اللي انا ممكن استخدمه، هيلث كير بروفايدر شود وير ذير يونيفورم اونلي وايل وركينج وذ ذا كلاينت. انا ما بلبسش الزي اللي داخل المستشفى الا اثناء العمل مع المرضى، حتى يتسنى لي اللي هو انه يكون كل اشي واضح، حتى انا لما اتعامل مع المريض بعد هيك انا بخلع اليونيفورم هذا الخاص بشغل المستشفى، فانا بلبسه اثناء اللي هو مكوثي الى جانب المريض. Some nurses wear a clean laboratory coat over their uniform to reduce the spread of microorganism. في بعض الاحيان يتم لبس الكوت اللابراتوري كوب بسموه على اساس انه هو هذا فور بروتكشن فور انذر كوت فور انذر مايكرو اورجانيزم تو ريديوس ذا مايكرو اورجانيزم. ذا سيرفيس اوف كلوذينج رونج فروم هوم، يعني الغطاء الملابس من الغطاء من خلال الاسطح تكون الملوثه. When caring for a client they wear a plastic board or cover gown over the uniform if there is a potential for soiled
it with blood or body fluid. عند القيام بالعناية بأحد المرضى يجب لبس أشياء بلاستيكية للحماية فقط فوق اليونيفورم، هذا بنلبسها فوق شيء إما بكون ربر أو بكون بلاستيك، مادة بلاستيكية أو من النايلون، حماية من على اليونيفورم. وفي سكراب سوت أند جاون، هذا ممكن نلبسها السكراب سوت and gown are hospital garment or instead of uniform. هذه كمان تكون بدل اليونيفورم. They are used in mandatory in some areas of hospital such as nursery. اللبس خاص بتكون في النيرسري، أقسام الحضانة أو الأوبريتنج روم، أقسام العمليات أو الدليفري روم في أقسام الولادة. الماسك اللي هي الكمامة، احنا الماسك are disposable loose fitting cover for the nose and mouth. الهدف منها تغطية الفم والأنف عشان منع انتشار الميكروب أو أثناء العطس أو استقبال الرذاذ من أحد المرضى. They help prevent droplet. droplet هي خوفا من انتقال العدوى عن طريق الدروبلت أو عن طريق اللي هو الرذاذ المتطاير في الايربورن من خلال الهواء الجوي. Airborne transmission of microorganism. الميكروبات التي تنتقل عن طريق الهواء. But not necessarily virus by keeping splash or sprays from reaching the wearing's nose and mouth. وكمان هذا لا تحمي حماية كافية في اللي هو من خلال الفم والأنف. They are worn once and then discarded. وممكن تستخدم لمرة واحدة وبعد ذلك تتلف. عندنا الريسبيريتور to prevent the transmission of TB. The National Institution for Occupational Safety and Health had recommends the use of disposable or replacement particular or filter respirator that fit snugly. احيانا نحن بنستخدم الريسبيريتور لاجهزه التنفس الصناعي للمرضى وخصوصا مرضى التي بي علشان ما ينتقلش المرض من مريض لاخر، يجب ان يتم تغييرها باستمرار اللي هو البرابيش والانابيب المتصله باجهزه الريسبيريتور جهاز التنفس الصناعي، فبالتالي يجب تغييرها ما بين فتره وفتره ما بين كل مريض ومريض. دامينان سبيسيفيك فور particular air filter respirator is 95. عندنا في الكمامات اللي هي معروف عنها اللي هي N95، هذا نوع من انواع الكمامات برضو كمان تعطي حماية اكثر من الكمامات العادية ككمامة طبية. ال 95 refers to not resist to oil. هي غير مقاومة للمواد الزيتية. Effective at blocking particular areolas that are free of room oil. هي بتحمي الأشياء اللي فيش فيها اللي are free اللي مش موجود فيها مواد زيتية ممكن تحمي الإنسان من خلال التلوث. Air filter respirator can filter very small particles. هذا الاير فلتر تاع الريسبيريتور ممكن تفلتر وتحجز اللي هو السمول بارتكلز الجزيئات الصغيره ذات مي كونتين فيروس ود مينيمم افشنسي اوف 95%. يعني الان 95 بتحمينا من الفيروس بنسبه حوالي 95% لكن مش 100%. وانس فيلد ذا هيلث كير بروفايدر كان reuse his or her own N95 respirator as long as it remain intact and clean. ممكن أنا أظل أستخدم هذه الكمامة طالما هي متماسكة وما فيش فيها أي تمزق وتكون نظيفة. هالحين الجلافز اللي هو الجوانت إيش بدنا كيف استعمالها؟ use wear clean gloves. Sometimes called examination gloves. احنا بنستخدم اللي هو الجلوفز من نوع لاتكس، هذا بتكون احيانا بس لمره واحده الاستخدام وبعد هيك يتم القائها والتخلص منها as barriers as barrier to prevent direct hand contact with the blood. انت قطعت علي المحاضره هيك انا يعني ما بزبطش، انت عارفين خمس دقائق
نستكمل الموضوع ان شاء الله. احنا وصلنا لعند الجلوفز، شرحنا لعند ممكن تكون هي از ا بارير تو بريفنت دايركت هاند كونتاكت وذ ذا بلاد اور بودي فلويد وسكريشن واكسكريشن والميوكوس ممبرين اند نون انتكت سكين. كل الحاجات هذه ممكن تكون الجلوفز تستخدم كبارير كحاجز، لكن لا يمنع انه ما بعد ما انا اشلح الجلوفز او انزعها ان انا اروح اغسل او اعمل هاند سكراب كمان دور. As a barrier to protect the client from microorganism transmitted from nursing personnel when performing a procedure or are involving contact with the client mucous membrane or on intact skin. كل الكلام هذا على أساس أنه أنا احتكاكي مع المريض وأنا كل هدفي حماية المريض وحماية نفسي من انتقال العدوى والميكروبات كأي بروسيجر أنا بدي أشتغل مع المريض، حتى involving contact with the client مباشر. لو كان في أنت احتكاك مباشر مع المريض أو مع أحد مع من خلال الجلد أو الميوكس ممبرين، يجب عليك أن تكون حذر في البروتكشن. And when there is a potential transfer of microorganism، في عندي أنا potential transfer، ممكن الميكروبات تنتقل مباشرة من المريض أو من الأوبجكت from the client or object to another during subsequent nursing care، أثناء العناية التمريضية أنا ممكن أكون سبب في نقل العدوى وفي نقل الأمراض من مريض لآخر. But latex gloves have some advantage. عنا اللي هو نوع من أنواع الجوانتي اسمه لاتكس، اللي هي الديسبوزابل، هذه اللي بترتمي بتلتبس لمرة واحدة وبتكون ممكن تكون استعمل منها واحدة أو تنتين في الاتين. دي ستريتش اند مولد، هي بتكون ستريتش لينة وسهلة اللبس، في بتدخل في الإيد بسهولة وتعتبر زي قالب مولد. تو فيت ذا ويرر almost like second layer of skin، بتكون ملاصقة تماما للجلد وكأنه طبقة من الجلد، يعني نوعية جيدة تعتبر. permitting greater flexibility، وتسمح بالليونة التامة والحركة في أثناء الفحص وأثناء أداء أي عمل تمريضي أو أي عمل إجراء بدك تقوم فيه. examination gloves are generally made of from latex، الجلوفز الخاص بالفحوصات بكون صناعته اما من اللاتكس، هذا نفس النوعيه السابقه، او فينايل بتكون سنجل، بتكون هذا واحده كل واحده لحال، ممكن تستخدم منفرده. all the other types are available with movement. perhaps most importantly they can reseal تيني بانكشر، وممكن يصير فيها تيني بانكشر، ثقب بسيط ممكن هذا بخرب اللي هو الجلوفز فيجب تغييره. في عندنا الهير اند شو كفر اللي هو غطاء الراس والقدم. هير اند شو كفر ريديوس ذا ترانسميشن اوف باثوجينيسيس، بقلل من الباثوجينيسيس الامراض او الميكروبات المعديه لما يكون في غطاء للراس والقدم. Hair care provider generally wear these garments during surgical or obstetric procedure. وهذه دائما تستخدم الغطاء الرأس عادة في الإجراءات الجراحية وإجراءات أقسام النساء والتوليد. Hair cover should envelope the entire head، يجب أن يغطي جميع الرأس بصورة كاملة. في عندنا بروتكتيف اي وير، ممكن نستخدم اللي هو نظارات واقيه خاصه طبعا من في اللبس لعدم انتقال العدوى عن طريق العين. بروتكتيف اي وير از اسينشال وين ذير از ا بوسيبيليتي ذات بودي فلويد ويل سبلاش انتو ذا اي، اذا كان انا خايف انه في بعض سوائل الجسم ممكن تنتقل الى العين فانا بلبس اللي هو بروتكتيف اي وير.
او جلاسز بسميها او جلوسز ار وورن الونج ويذ ماسك، هذا تكون مع الماسك او مالتي بيربوس فيس شيلد يوزد، ممكن كمان برضو غطاء للوجه بصوره كامله. في يوتيليتي روم اللي هي غرفه خاصه بالاشياء المتسخه بسموها اليوتيليتي روم، هيلث كير ايجنسيز هاف ات ليست تو يوتيليتي رومز، على الاقل بكون في مكانين للاماكن بعد ما انا عشان تروح للغسيل، هذا بسموها يوتيليتي روم، على الاقل بكون في مكانين في الهيلث كير ايجنسيز وفي المؤسسات الخاصه بالصحه. One designed clean and the other for considering dirty. واحد للأشياء أو للمحتويات أو المقتنيات اللي بتكون فيها نظيفة، وواحدة للمتسخة عشان تروح للغسيل، زي أحيانا الشراشف والمخدات والأمور زي هذه في المستشفيات والفوط. في عنا personnel must not place soiled article in the clean utility room، يعني يجب على الانسان او الهيلث بروفايدر والبيرسونيل ممنوع يحطوا الاشياء المتسخه في الغرفه النظيفه والديرتي في الغرفه ده. ديرتي اور سولد يوتيليتي روم كونتين كفرد ويست ريسبتكل، بتكون دائما فيها الاشياء للاشياء المتسخه بكون لها غطاء حتى ما تنتقل العدوى كمان وهي متسخه اثناء في الديرت روم، لكن بكون بحطها وبغطيها. كيبينج انفايرمنت كلين، ويجب المحافظه دائما على الجو المحيط في المكان كلين اند هيلثي. هيلث ايجنسيز امبلويز laundry staff and housekeeping personnel to assist with cleaning. عادة المؤسسات الصحية العاملين في المؤسسات الصحية وخصوصا في العمل في اللاندري المغسلة بكونوا دائما keeping personnel clean عشان يحافظوا على نظافة المكان، لأنه تنتقل العدوى خصوصا من الشراشف ومن الملابس المتسخة لأنها كلها فيها تلوث، فبالتالي يجب المحافظة على المكان دائما نظيف. In general if soiled linen is bagged appropriately or handled with gloves، ممكن احنا لما انقل الشراشف المتسخه هذا او هذا اللينن بانقلها بجوانتا، لازم اكون لابس جوانتا. The detergent and heat from the water and dryer are sufficient to rid linen of pathogenic organism. الحراره اللي بتعرض لها الشراشف هذا والديتيرجنس المواد المنظفه اللي بنستخدمها كفيله بانها تقضي على الميكروبات وتتخلص منها. وهيك ان شاء الله بنكون احنا اتمينا المحاضره الاخيره، الجزء الثاني من محاضره الاسبسز، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق.